أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اصحي يا أم مرسي. أيوه يا هول، أنا صاحية. صباحنا وصباح الملك لله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحت لله ضيفا وضيف الله لا يضام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اقطع مرسي وسنين مرسي، عايزاه مني. الله، الفجر يدا ما يدا وانا مالي. انت مالك ازاي؟ انت ناسي ان ابوك هيخبط عليك دلوقتي ويعملك بيقولك الصلاه يا مرسي. هقول له مش قاعد. استريحت بقى. طب اما نشوف الصلاه يا مرسي. حاضر يابا. فين ال عندك تحت السرير؟ لو بقى تحت السرير؟ ايوه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله. مالك يا مرسي؟ لا ولا حاجة، هروح انام انا. لا استنى استنى ما تحضر الذكر. ذكر بابا، انا لما بعمل ذكرى الصبحيه بروح الشغل نفسي مقطوع. جاي الصحيح بيبقى نفسك مقطوع، انما صدرك منشرح وبالك مرتاح وسريرتك منفرجه. بس سريرتك هتنفرج منين؟ بقول لك نفسي مقطوع، ثم من الشغل بتاعنا عايز نفس بابا، مش عايز سرير. يلا امال، وادع ربنا يرزقك الخلف الصالح. احنا عاملين بنادق يابا ليل ونهار من يوم ما اتجوزنا، مفيش حاجه بتحصل. وبعدين بقى فين إيمانك يا مرسي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تيأسوا من رحمة الله. استغفر الله العظيم. معلش يابا، الواحد بيغلفط من غلبه. على فكرة الدكتور اللي قلت لك عليه ودانا له مراتك من كام يوم وكشف عليها، وقال إن ما عندهاش عيب يمنع الخلف، وطلب يشوفك ويكشف عليك. يعني أنا بقى اللي معيوب؟ مفيهاش حاجة. وهي ازاي تروح للدكتور من غير ما تقولي؟ تيش انا بقى في البيت ولا ايه؟ في الحقيقة يا ابني، هي في الأول كانت مكسوفة ومش عايزة تروح، لكن بقى أنا وأمك غصبنا عليها، وبعد كده بينا احنا التلاتة كمان مكسوفين نقولك. مكسوفين مني أنا يابا؟ الظاهر بقى إن أنا شخصية محترمة وليا مهابة. حاضر، يلا يا مرسي. بس ما حدش بيتمسمر مرتين في اليوم، والواحد اتهرم الصمير بصراحه. مالي بس يا سي مرسي، ما كل الناس بتاكل. وانا مالي يا اختي؟ الله، الناس اللي بتعرفين بس هم اللي بياكلوا فول، في ناس تانية بتفطر كافيار وسوسيس كمان. مصيص؟ في برضه يا ابني حد بياكل مصيص؟ مصيص ايه؟ ما تتبطرش على نعمة ربنا وافطر وقول الحمد لله وانت ساكت. طب هقول ازاي وانا ساكت؟
مش فاطر. لا 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 خلاص خلاص يا حاج خلاص. انا اللي هقوم مش هفطر عشان انا عندي الحصه الاولى. ها السلام عليكم. مع السلامه يا اخو. سي مرسي سي مرسي. عايز ايه يا بت؟ محفظتك يا سي مرسي وقعت منك. ما تسيبيها، انا اللي بايدي راميها من فلاسه. هو انا قلت حاجه غلط؟ بدوس فرامل فلا عشان كان الاتوبيس 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 ايه يا عارف؟ يلا يلا نازل المحطه جايه. جاهز نفسه نازل المحطه جاهز نفسه. انا عايز انزل المحطه جايه بس مش عارف اعد. ما تنزل يا اخي انت زي غيرك. عامل لك ايه؟ الله عامل لك كفران يا اخي. عامل لك ايه؟ مطالعة. أنا هقعد مكاني هنا. عايزكوا تطلعوا كتب المطالعة وكل واحد يطالع في سره، واللي حاسمع صوته يطلع هطلع روح. مفهوم؟ على أمير قادش في معركة ماجدو. معركة إيه؟ ماجدو. معركة إيه؟ ماجدو. الله يخرب بيتك يا مرسي. رابع اكنك بتدرس لمدرستنا والمدارس اللي جنبنا. خلاص يا سيدي اطمن، هوقت الصوت عشان تستريح، وبكره الصبح وانا جاي هدور لك في البيت على مخده وحاف زياده عشان تمدد رجليك براحتك. ماجد دور. معقول كده؟ معقول؟ كل 45 دقيقه تكلم 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 تكلم، وفصل فوق وفصل تحت. مش فاهم انا، مش فاهم ليه ما يمسكوش المدرس فصل واحد من اول النهار لاخره عشان يعرف ينام براحته. احنا جايين المدرسه عشان ننام يا سيد. امال جايين نلعب يا برودك يا اخي؟ في اولاد جايين يتعلموا. احنا
احنا رفضنا نعلمهم قاسي مرسي. هتعلمهم ازاي اذا كنت جاي المدرسه تنام؟ جاي المدرسه انام؟ هنعلمهم في بيوت؟ دروس خصوصيه يعني؟ امال فاكر ان انا ممكن اتكل على مرتب الوزاره؟ ده مرتب الوزاره ده وحياتك يا مرسي يا اخويا ما بيكفيني يوم واحد شبران. طب والاولاد واهاليهم ذنبهم ايه؟ وانت فاكر ان انا بذبحهم؟ لا ده انا ارخص مدرس خصوصي في المنطقه. طب تفتكر انا بدي الحصه بكام؟ بكام؟ 199 قرش ومدتها ساعة كاملة ويا دوب 10 12 تلميذ كلهم مع بعض وغايته 5 ساعات في اليوم. لا ده انت تعبان بشكل. المصيبة بقى انهم فاكرين يا ما هنا يا ما هناك. بقى بتكسب 120 جنيه في اليوم ومش عايز الناس تتكلم. سبحان الله في امرك يا اخي. طب ما الدكتور بيكسب 200 300 جنيه في اليوم وهو بتاع جامعة وانا بتاع جامعة. لا يعني بقى المسألة أهل وزمالك بقى. التدريس رسالة ثقافية. طب ما هو الفن رسالة فنية، والطب رسالة طبية، والسمكري والميكانيكي رسالة تصليحية، وكله بيقول يلا نفسي. هتيجي أنت فيها بقى وتعمل لي بتاع بقى. يا ابني الواحد لازم يكون عنده ضمير. ماشي حاجة. بس ما يجراش يعني إن الواحد يعمل شوية تنازلات والمركب تمشي ونبقى آخر تمام. عليه النعمة، أبويا لو سمعك بتقول الكلام ده أنا بعتلك القرفة بتاكس على حسابه. والدك ده قديمة ما هوش عارف الدنيا ماشية ازاي دلوقتي. اللي يسمع كلام والدك ده مش هاكل غير فول مدمس. الله يخرب بيت الفول المدمس. بتجيب لي سيرة الفول المدمس ليه؟ سلام عليكم انا مروح. استنى استنى انا كمان خلصت جدول الحصص بتاعتي وهروح. استنى بقى عشان خاطرك هوصلك بعربيتي الجديدة. يخرب بيتك انت جبت عربية جديدة؟ ده غير التاكسي اللي شغال عليه المدام. مراتك شغال على تاكسي؟ اه مش اهلا اهلا يا منير بيه. اهلا بيك على يا سيدي. متشكرين على ال على ايه يعني؟ اقل من واجب. رايح فين يا مرسي؟ انا خلصت جدولي ومروح. مروح فين يا سي مرسي؟ استنى احسن الاستاذ عوض غايب النهارده وعنده 3 حصص لازم تديهم بداله. يا حضره الناظم من اول السنه نص مدرسين ما بيجوش وانا اللي بدي حصصه لما الواحد اتهلى تدريس. اما مصيبه والله. انت كمان هتتدخل في المسائل التنظيميه بتاعت المدرسه يا مرسي؟ لا بس مش كل الشغل عليا يعني يبقى حبه كده وحبه كده. الله. وبعدين يعني انا عندي دكتور دلوقتي لازم اروح. هو الدكتور هيطير؟ اتفضل يا بندي شوف شغلك وما تعطلنيش. ورايا تقارير سريه بكتبها عن المدرسين. طب اقول انا بقى سلام عليكم يا حضره الناظر بقى. مع السلامه يا سعاده البيه والف مبروك على السياره. الف مبروك والله ده منوره امام المدرسه. يلا يا مرسي. يقطع مرسي وسنين مرسي. هو كده يا تشرب يا تقوم. مع السلامة. خلاص اقوم. أما غريبة أوي الناس عايزة تقعد سفلقة. قولوا لله يزنهم الراجل يمكن يكون تعبان وجراح شوية. يا أستاذ مرسي يا أستاذ مرسي أنا ورايا مصاريف ولو فتحت القهوة مجاني هتخرب بيتي ومش هقدر أعيش. عالم هتنوط بعض على الفلوس. يمكن هما اللي صح وأنا اللي غلط ولا إيه الحكاية مش فاهم. أبويا جاي دلوقتي يقول لك القناعة كنز ولا يفنى. الله قاعد هنا يا مرسي واحنا مستنيينك في البيت. انا لسه يا دوب جاي يابا. وايه اللي اخرك لدلوقتي؟ خرجت من المدرسه رحت على الدكتور على طول زي ما قلت لي. اه خير طمني. قال لك ايه؟ خد مني شويه دم وحاجات كده وقال لي عدى عليه بعد ما احللهم. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. طب يلا يلا قوم دلوقتي روح عشان تلحق تاكل لك لقم. انا مش عايز مسامير تاني. اطمن يا سيدي النهارده مفيش فول. امك عامله لك حدله عدس انما ايه؟ والاختراع اللي اسمه لحمه وفراخ ناويين تقطعوه كتير. عيب يا مرسي احنا قاعدين على القهوه. مش انت اللي بتنكشني يابا؟ طب يلا قوم. قوم امال بلاش دلع. ما تنساش اولاد الجيران جايين لك النهارده عشان تديهم دروس التقويه زي العاده. خلاص بطلنا الدروس المجاني. بعد كده اللي عايز درس يدفع الحصه ب 199 قرش. كلام ايه ده يا مرسي؟ عايز تتاجر في العلم يا ابني؟ هو كده. وفي المواسم والاعياد الرسميه حصه ضعف على طول. يا ابني دول ولاد جيرانك والنبي وصى على سابع جار. وقتها ما كانش فيه سباك بياخد 5 جنيه كشف على الحنفيه، ولا مكواجي بياكل قميص بشلن، ولا واحد قهواجي بيبيع لك شويه ميه حمراء في كوبايه بسبع ساغ يقول لك عليهم ده شاي. زمان غير النهارده يابا. اياك اسمعك تقول كده تاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الخير في وفي امتي الى يوم القيامه.
وربنا سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني قدم المال على البنون يابا. وقال كمان والباقيات الصالحات خير عند ربك. طب وفيها ايه لما يبقى المال والبنون والباقيات الصالحات دنيا واخره؟ استغفر الله العظيم، انت يا ابني عايز تعاند نصيبك ورزقك في الدنيا؟ ده القناعه كنز لا يفنى. وحياه النبي انا كنت عارف انك انت هتقولها. انا بصراحه مش عاجبني تفكيرك اليومين دول يا بغات. ما في الامر ان انا عايز اعيش زي بقيه الناس ما عايشه. يا ابني ما احنا عايشين زي احسن ناس في الحته. انت مش شايف الحته بتاعتنا بس، انما انا شايف حته تانيه كتير، حتت واسعه فيها عمارات وجناين، والعمارات فيها شقق واسعه، فيها حمامات، فيها بانيو ناس بتستحمى فيه، مش طشته صفيحه ميه بتغلي، وبرجاز وكوز عمال تعبي وتطلع فوق، الواحد وسطه اتقطم الكوز. بصراحه الكلام معاك بقى يغم. انا ايه مروح، ولما يجي لك مزاجك يبقى حصلني. استغفر الله العظيم. لحقت تزعل وتحمرق يابا؟ يلا انا هقلف نفسي ليه؟ على راي الواد منير هعمل مصلح اجتماعي لوحدي؟ عم بقى انا مالي؟ على النعمه انتوا عالم فقر، طول النهار نازلين شد في انفاس، لا انتوا حاسين بالعمر اللي بيعدي ولا هتبطروا الانفاس. لو سمحت. لو سمحت حضرتك. خمسه لو سمحت. ما تعرفش بيت الست النبويه بتاعت الزهر؟ الست النبويه بتاعت الزهر؟ هنا هو اخر بيت على الشمال في البدرون. طيب شكرا. يلا يا نادي انزلي قولي لها خليها ما تتاخرش. هنا؟ انا بتهيألي شفت حضرتك قبل كده. وانت كمان شكلك مش غريب عليا. بتقعدي على قهوه بعره؟ لا انا ما بقعدش على قهاوي. بتروحي عند الحاج ربيع بتاع الكفته؟ انا ساعات بعدي من قدامه. ايوه افتكرتك، كليه الاداب جامعه القاهره. الله، انا برضو كليه الاداب جامعه القاهره. ايوه حتى بالاماره كنت مشهور بانك الصمام. سلوى. ايوه انت اسمك سلوى. ايوه 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 فاكره لما غششك في الامتحان وكنت هروح اوامطه. صح فاكر. بس انت تتغيرت قوي. يعني ايه؟ بقت حلوه ولا وحشه؟ وحشه ايه؟ ده انت كنت اجمل بنت في الجامعه. الله. قال وانا عمال اقول لك شفتك على قهوه بعره وعند ربيع بتاع الكباب، الواحد ذاكرته بقت نيله. انما انت بتشتغلي سواق على العربيه دي؟ سواق ايه؟ دي عربيتي. عربيتك؟ عندي اتنين غيرها. اتنين؟ ما شاء الله. ازيك يا سلوى هاني؟ انما ما قلتليش يا مرسي، انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في التربيه والتعليم، مدرس تاريخ من تحتمس وطالع. تحتمس. انما انت اشتغلت ايه بعد ما اتخرجتي من الجامعه؟ يعني تقدر تقول برضو في التدريس. مدرسه؟ لا نظره. ما شاء الله ترقيتي بسرعه كده. انا اصلي عامله مدرسه خصوصي. عفارم عليك والله. مفيش احسن من اعمال الحره. هو كده. تعرف يا مرسي فكرتني بايام الجامعه الحلوه. ابقى خلينا نشوفك. اجيلك النهارده؟ بس بعد الساعه 8 بالليل. انتوا بتشتغلوا بالليل؟ ما هو ده احسن وقت للتدريس. يا ده على كده الاولاد بيتعبوا قوي. انما الحصه عندكم برضو ساعه زي حصصنا؟ لا احنا عندنا الحصه حسب قوه التلميذ. ده اكيد بقى نظريات اوروبيه جديده ما دخلتش في المدارس الحكوميه عندنا. اما تيجي هتشوف بنفسك. طب ممكن العنوان لو سمحتي؟ قوي. خلاص يا روحي، الست النبوية جاهزة وهتيجي في الميعاد مظبوط. طب كويس. باي باي يا مرسي. طب المدرسة اسمها ايه؟ مدرسة الأخلاق الرفيعة. نفضت الجاكيت يا بتعة؟ أمال يا سي مرسي، طبعا نفضتها. ده أنا نفضتها وكويتها، خليتها زي الفل. طب لبسها لي. من عينيا الاثنين. بس لو اعرف الضيافه دي كلها على فين؟ اقول لك وافرحك يا بت. قول يا اخوي. زميل قديم ليا فتح مدرسه خاصه، حالته بقت فوق قوي قوي قوي. طبعا هو مقدر كفاءتي من زمان. ها وبعدين؟ قابلني امبارح الشعلق فيا، عزمني عنده ليلادي. طبعا انا عارف انه عزمني ليه؟ ما
بالرغم ان هو ما قاليش. ايه؟ ليه؟ عايز يضمني لهيئه التدريس طبعا، عشان يضمن نتائج عاليه. يا نسبتي انت عايز تسيب الحكومه يا سي مرسي؟ انت هتعملي فيها زي ابويا؟ بعت على انفتاح. انفتاح انفتاح يعني ايه يا سي مرسي؟ انفتاح يعني فتحي مخك عشان ربنا يفتحها عليك. والله ما انا فاهمه حاجه. ما انا عارف انك انت مش فاهمه حاجه. يا بنت بالراحه، انت جاموسه. بصراحه يا سي مرسي انا كمان مش موافقاك. ما انت قصدك فقريه. نشأت وترعرعت في الغراب مش انفتاح. اوعى يا سي مرسي انا كان قصدي اقول لك. قصدك بلانيله. اجري هاتي لي ازازه كولونيا ولا غمطيني. عايز اتلغمط كولونيا. عايز ريحه تجيب وابور الميه. وبعدين معاك يا ابو مرسي في حد يزعل من ابنه يا اخويا؟ اصلك ما سمعتيش كلامه معايا على القهوه كان ازاي؟ مرسي طيب وابن حلال وفوق كده بيحب يتدلع عليك شويه. انا كمان بحبه وخايف عليه. خايف الشيطان يركبه ويسيطر على افكاره. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ابو مرسي؟ بقى مرسي المتعلم المصلي ابن حلقه الذكر. الله ابنك في شيطان يقدر يركبه؟ وامتى؟ اخذ الشيطان وروح كل وياه. دلوقتي يتبطر على النعمة ويقول دي مش قد المهام. لا يا اخويا لما يعرف ان عندنا منبار وسخن وعمار هيجي جاري. ده مرسي ابني وانا عارفاه. يا ربنا يهدي يا ام مرسي. لسه زعلان مني ابو مرسي؟ ها؟ ده انا ابنك يا حاج حبيبك، ده انا مرسي. ساكته ليه يا ماما؟ ما تقولي له حاجه. بقى معقول يزعل منك يا ضنايا؟ ما تقولي له، لا بيكلمني ولا بيعبرني قدامك اهو. خلاص بقى مش كده يا حاج بقى. يا صلاة النبي احسن، ان شاء الله يا رب ما تتحرموا من بعض ابدا، هروح بقى احمر لك المنبر. منبر؟ منبر منبر؟ اه الله، زفر يعني؟ وهتاكل صوابعك ورا. الله، انتوا اكيد ورثتوا حد من العيله، بس هتورثوا مين؟ ده عيلتنا واقعه كلها، كلهم ماشيين على قناعه كنز ولا يفنى. سامع كلامه يا ام مرسي؟ يا اخويا بيهزر وياك يا اخي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا خالتي الحق ايه؟ في ايه؟ المنبر اتحرق مني على النار. يا لهوي. سخان الفول يا بتعه. شفت الحظ المنيل؟ مكتوب علينا المسامير يا جدع. خير يا فندم. نعم، أي خدمة؟ مش هنا برضو مدرسة الأخلاق الرفيعة؟ لا، مدرسة الأخلاق التخينة. تخينة؟ وفي أخلاق تخينة برضو؟ الظاهر غلطت في العنوان يا فندم. طب يا سعادة البيه مفيش مدارس جنبيكوا هنا؟ مدارس إيه بقى اللي جنبنا؟ ما تتكلم عدل. ما أنا يا فندم بتكلم عدل، صدقني بتكلم عدل. أنا بسأل على مدرسة الأخلاق الرفيعة بتاعة سلوى هانم. سلوى هانم. دم خفيف. اتفضل. اهو كده بقى نبقى صح يا فندم. صورة المديرة بتاعت المدرسة. اتفضل. يظهر بقى ان حضرتك بتحب تهزر دايما. لا يا فندم ولا بهزر ولا حاجة، بس اصلكم مش حاطين يافطة بره يعني. لا، التلاميذ بتوعنا بيعرفوا العنوان من غير يافطة. بالتعود طبعا. ايوه بالتعود. اهلا يا مرسي. اهلا سلوى هانم. اهلا. ازيك يا مرسي؟ اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل استريح. تشرب ايه يا مرسي؟ كازوزه من الحجم الكبير لو امكن. من عناية. ظريفه قوي سعاده البيه. بمين؟ ده عباس السفراجي. سعاده البيه ده سفراجي؟ ده لابس احسن من الناظر بتاعنا. سيجاره يا مرسي؟ لا يا فندم ميرسي، ما بدخنش. بالمناسبه حضرتك كنت عايزه ست النبويه بتاعت الزار ليه؟ عشان تعمل زار طبعا.
حضرتك عليك عفريت؟ لا ابدا. حد من اصحابك يا فندم عليه عفريت؟ ولا حد من اصحابي. الله، طب بدل ما حدش عليه عفريت، امال يعني عايز الظرف بمناسبه ايه؟ بتسلى. اه، حفله ترفيهيه يعني للمدرسه. برافو عليك، اهو ده احسن تعبير علمي للموقف. مش كده؟ لا، ما انت عارفاني بقى، طول عمري ذكي ومفتح وجاهز قوي يعني. وتعرفي ست كمان يا سلوى هانم، لما تعملي حضرتك الزار قدام الاولاد ويشوفوه هيعرفوا ما سووا وهيكرهوه. ده احسن كتير من الشرح النظري، صدقيني احسن كتير من الشرح النظري. نعم يا حبيبي. سعدت بيه، فزاني اول ما دخلته افتكرته. البيه دمه خفيف قوي. سعدت بيه استفراجي. حقيقي انا مبسوطه قوي عشان شفتك يا مرسي. طب يا فندم بدم كده بقى، انا مستعد اسيب الحكومه واضاحي بالوظيفه هناك وانضم لهيئه التدريس هنا عشان تبقى مبسوطه على طول. ها؟ قلت ايه؟ بس التدريس هنا شغلانة عايزة مواصفات خاصة. أنا جاهز يا فندم، ما يغركيش مظهري المتواضع، كل شيء ممكن يصلح. قلت إيه؟ طب سيبني أفكر. طيب عقبال ما تفكري على مهلك، ألاقيش هنا حتة هادية؟ ليه؟ عايز أصلي المغرب عشان العشاء قربت، وحرام برضه الواحد يجمع فرضين، حرام. آه. طب يا سيدي تعالى ورايا. انا وراك يا فندم، وراك طبعا. ايه الحكايه؟ بتكلموا جد ولا ايه؟ مالي؟ ها؟ مفيش اهدى من هنا. لا ده كده تمام قوي. بس ما عنديش مصليه. لا انا معايا منديل هصلي عليه. طيب عن اذنك. ربنا يبارك فيك. يا سلام يا سلام، عاملة أوضة نوم في المدرسة عشان تبقى في موقع عملها ليل نهار. طبعا هو النجاح ده بيجي بالسهل من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم صل على يصلي فيها. نعم صلي. ايوه صلي زي كل الناس ما بتصلي. كل اوض النوم اللي في البيت فاضيه، افتح اي اوضه وخش صلي زي ما انت عايز. بس والنبي بقى، دعوتين ليا لله كده. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يكرمك. الله يخليك يا مرسي بيه. اوض النوم ايه؟ يا عم مدرسه داخلي ولا ايه؟ نهايته. صلي هنا وخلاص. البيت ده مش نافع فيه صلاة خالص. صلي في الحمام. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. فهمي بيه. ازيك؟ مساء الخير. اهلا بيكم. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك؟ معقولة انت وحشنا قوي والله. ميرسي يا حبيبتي. مرسي بيه. حضرته يبقى فهمي بيه، رمزي بيه، وسالم بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا. اتفضلوا يا جماعه، البيت بيتكم، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. دول ما شاء الله اولياء امور، مش كده؟ اولياء امور جدا. واقف لوحدك ليه يا جميل؟ ما تنضم مع القعده. اضم مين يا عبس؟ ما شاء الله ناس اكابر ومحترمين اضم مين؟ انا اروح فين في وسط العالم دي؟ مش قوي يعني. مش قوي ازاي يا جدع؟ ما توديش نفسك في داهيه. يا نهار اسود. انت عارف الراجل اللي هناك ده؟ هو واللي وراه. كل يوم صورهم بتطلع في الجرايد. عارف الراجل اللي وراهم بقى؟ ايوه شايف. في راجل، في راجل وراهم ده اللي بيطلع في التلفزيون بيقص اللي. يا مرسي، يا مرسي بيه. نعم يا مرسي بيه. ياكك انت الشرب بس يبتدي، الطاسه تسخن الكل يبقى واحد. يا سلام. عشان كده بقول لك بطل بقى الكازوزه الحجم الكبير بتاعتك دي، خد لك كاس. طاستك تسخن تبقى في الواحد تمام. بس ده يبقى حرام يا عبس. يوم يوم في العمر يا مرسي بيه. على رايك. يلا وبيني وبينك انا عامل حسنات تكفيني 20 سنه قدام. اي واحد اللي يعجبك حلاوته هو ده. طبعا اذنكم املا كاسي وارجع لكم تاني. اهلا بيك يا فهمي بيه. الله، هو انت غيرت رايك وهتشرب؟ لا هو اصل في الحقيقه الاخ عباس بيصف راجي هو اللي لح، فانا انكسفت مع اني يعني حاسس ان انا في حرج الحقيقه. حرج ليه؟ اصل المفروض برضه الواحد ما يشربش قدام اولياء الامور. ما هما كمان بيشربوا. اه معلش بس هما معازيم، انما احنا المفروض اعضاء هيئه التدريس، لازم يكون عنوان للمدرسه برضه. وبعدين معاك يا مرسي، انت هتعلق على حكايه المدرسه دي على طول؟ مش فاهم. مفيش مدرسه ولا يحزنون. امال الاخلاق الرفيعه دي تبقى ايه؟ هي اللي انت شايفها دي. ممكن توضيح لو سمحتي. هقول لك ايه بس، لما قلت لك ان عندي مدرسه كنت بهزر زي ما كنا بنهزر ايام الكليه. يا خبر ابيض. طب والله العظيم انا صدقتك في الاول. انا الاخر اول ما جيت قلت مدرسه ايه يا اخويا اللي ما فيهاش حوش عشان الاولاد يعملوا تحيه العالم. شفت ازاي؟ ايه هو الشغل بالظبط؟ تقدر تقول اني صاحبه مؤسسه للعلاقات العامه. يعني اعمال حره وانفتاح، اللهم صل على النبي. طبعا. ايه هو المؤسسة يعني متخصصة في ايه بالظبط؟ يعني علاقات تجارية، عمولات، استيراد وتصدير، يعني حاجة زي كده. يعني تقدر تقول ان انا اساعد في العملية من دول واخد نصيبي وانا مستريحة. الله الله، هو ده الشغل، هو ده الشغل الحقيقي، اللهم صل على النبي. ويا ترى حضرتك عملت المؤسسه دي عن طريق هيئه الاستثمار؟ لا، عن طريق هيئه الصرف الصحي. عن طريق هيئه الصرف الصحي؟ طب والله العظيم عبيط. لو كنت عملتيها عن طريق هيئه الاستثمار كنت اتعفيتي من الضرايب 5 سنين. منور يا استاذ تحكمس. سلوى. يلا يا روحي، الست النبويه جاهزه والزهر كمان جاهز. ولع ولع.
تاني بقى مرسي بيه؟ كاسين ده انا معاك يا زغلله يا ياكك انت بقى تشرب الكاس ده؟ ما تشوفش خالص. انت عايزنا ابقى ضرير يا جدع؟ ده انا لفرت في الدنيا. ما تشوفش احسن تستريح. يلا على رايك. هو ده الكلام حلاوته. عرفت؟ ابوسك. خد. ايوه كده استاذ كباس. عباس يا استاذ مرسي. عباس ايه؟ عباس. عباس مين بقى؟ ده انت طلعت كباس ونص. انا بقول لك في غلط حصل في القعده. ازاي؟ الناس اتلخبطت على بعض. والله بص الست اللي هناك دي كانت داخله مع الراجل اللي هناك ده. فهي قاعدة مع واحد تاني غير الراجل. يا نهار اسود دي بتقبله. الله 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 الله. ايه يا استاذ مرسي؟ الراجل اللي كان معاه بيقبل في حتة تانية. يا نهار اسود احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ روح قول لهم لا الغلط يزيد وتبقى مصيبة. هما مبسوطين كده. لا شيء. العشاء اتدنت. عشاء ايه بس يا استاذ مرسي؟ احنا خلاص على وش الفجر والعصفور قال سو سو. يا خبر ابيض. طب خد بايدي بقى خلينا نروح. ماشي. قبل الكلاب ما تقول هو هو. يا ست سلوى فين؟ عشان عايز استاذن منها. لا ست سلوى مشغوله جدا، عندها اجتماع عمل. اجتماع عمل على وش الفجر كده؟ احنا بقى شغلنا ملوش وقت يا استاذ مرسي. طب انا همشي انا. ولو سالتك عني لا مرسي زق. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا استاذ مرسي. نعمل اللي فيها بتاع بقى. يلا يا مرسي هنتأخر. طب
قولي له مات مات. ايوه يا بلحاج روح انت. اصل مرسي تعبان شويه. تعبان ليه؟ سلام الله ما قالت لك مات. انت هتعمل لي فيها تحقيق؟ ده تعبان واخد شويه برد وبعيد عنك بيعطس. سلامتك يا مرسي. ليمونتين يا بدر على كوبايه شاي وان شاء الله هيبقى كويس. اه اعمل لي فيها دكتور بقى يا اخويا. ما بقولك ايه، انا مش عايز عياط، ولو كان لازم تعيطي زي اللي كل فعلتنا بيعيطوا عيطت بعد الساعه 8 بعد ما اروح المدرسه. فرحي البلاعه قفلت على بتعة. ايه اللي جابك دلوقتي يا بتعة؟ بتعت مين يا فندي؟ يا متكاسل يا متخاذل يا متراكم. حضرة الظابط حضرة الناصر. لا ما انا هفهم حضرتك، اصل الموضوع انت وعابي كمان يا فندي. يا فندي بحفي ازاي؟ ما هي الجزمة اهي. ده تسيب يا استاذ، وهتعرف نتيجة اعمالك دي بعدين. اسمع. ايوه. وريان يا فندي مدرس التربية الرياضية جاي النهاردة وعنده حصتين، انا عايزك تنطط للعيال شوية. بس انا صحيت على قدي وانت عارف قدراتي الصحية يا فندم. اسمع يا فندم، انا مش فاضي، انا ورايا تقارير سرية بكتبها عن المدرسين وعايز ابعتها المنطقة. نطط للعيال شوية. هوب هوب وا اي وا اي وا اي هوب هوب وا وا يلا وا اي وا اي هوب هوب وا اي وا اي هوب هوب. يا عيني يا عيني على الصحة والشباب. صحة ايه بلا نيلة؟ ده الواحد نفسه اتقطع. اه فعلا، وشك مخطوف ولونك مخطوف كده من اول الصبح. اه ده من السهرة بتاعت امبارح. اصل انا سهرت سهرة انما ايه؟ حاجة كده من بتوع ألف ليلة وليلة. والنبي. اه طب احكي لي، احكي لي بقى، احكي من المواضيع دي بتطربني وتشجيني. لا بس لما اخلص الحصة، لا يكون نظم رايبنا ولا حاجة. كده؟ اه طب وانا بوصلك بعربيتي؟ ها؟ ابقى احكي لي على كل حاجة. عينيا. انا مستنيك. عينيا. يلا انت اهو. هاب هاب. هاب هاب. معقول اللي بتقوله ده يا مرسي؟ والله زي ما بحكي لك كده. يبقى اتفتحت لك طاقه القدر. ليه القدر تتفتح لي عشان سهره زي دي؟ يا بني ادم خليك على مستوى الموقف. موقف ايه؟ من خلال ست زي دي ممكن تنقلك مدرسه مستريحه فيها تلامذه متريشين بياخدوا دروس بالعمله الصعبه. اه او ممكن تكلم لك حد ينقلك مدرسه جنب البيت على الاقل تترحم من بهدله المواصلات. بشرفي انا لو مكانك وبمعرفه زي دي ممكن ابقى ناظر مدرسه في اسبوعين. طب واقف هنا ايه؟ مش مروح؟ لا هطلع عند واحد دكتور في العماره دي. دكتور ايه؟ سلامتك. لا ده عشان والدي بيعمل عنده تحليل، هطلع اطمن عليه. سلام عليكم. للاسف عدم الانجاب منك انت يا مرسي. بالله ازاي يا دكتور؟ ده انا كويس قوي يعني كويس. دي حاجة ودي حاجة. طب والعمل؟ أنا ممكن أبدأ معاك علاج من دلوقتي، لكن لازم يكون مفهوم من الأول إن العلاج ده هيطول شوية، وأنا ما أضمنلكش النتيجة. ويا سيدي خليها على الله. طيب لو شفت والدة يا دكتور ما تبقاش تجيب له سير عن الموضوع ده. أنت عارف كل أب في سنه نفسه يبقى جد. اطمئن، ده هيفضل سر بينا وربنا يقدم فيه الخير. وبعدين بقى يا مرسي انا مش عايز احس بانك متضايق. غصب عنا يا دكتور العيشه بقت غل، لا مال عين ولا بنون محصرين. نايتو انا هشيلك امليه. السلام عليكم. مساء الخير يا عرس. اهلا يا استاذ مرسي. يا ترى الست سلوى موجوده؟ ايوه موجوده. اتفضل اتفضل. دي
دقيقة واحدة ساعة البيت، هديها قبل. الله. محمود المليجي. نعم يا استاذ. حضرتك الاستاذ محمود المليجي، استاذ محمود المليجي الممثل. انت قوي السينما؟ ابدا، ده انا حتى ما رحت السينما من ايام ما كنت في ثانوي. انما ايه اللي خلاك تفتكرني محمود المليجي؟ إيه قعدت حضرتك كده والقبهه اللي حضرتك فيها والحته دي اصلها كمان زلحه، يعني ما فيهاش شبه الاستاذ محمود المليجي في فيلم هذا جناه ابي. بس المليجي ما كانش في الفيلم ده، انا شفته وفاكره كويس. يبقى لازم فيلم هذا جناه امي. مفيش فيلم بالاسم ده خالص. يبقى فيلم هذا جناه اخي. هو الفيلم انا فاكره ان كان في حد بيجني على التاني يعني. وزي الاستاذ فايز شوقي بتشوفه حضرتك. مادام ما طلعش المليجي على الله يطلع شخصية مهمة في التربية والتعليم. ساعدنا في الحكاية. أهلا وسهلا. تفضل يا دكتور. دكتور يا نهار اسود، ده تكون عيانة. أنا عارف حظ المنيل، كان ازاي الحلاوة امبارح. المرة دي أنا اللي هقول وأنت اللي هتسمعيني. أرجوك تقدر ظروفي، في استحالة إني أحتفظ بالطفل يا دكتور. يا سلوى هانم، بكل أسف أي عملية إجهاض فيها خطورة على حياتك وأنا مستحيل أعملها، وما تنسيش إن أنا حذرت كتير قبل كده. طب والعمل؟ والله الحمل لازم يكمل. أنا أمل كبير فيك يا سلوى هانم إنك تساعديني. أنا وقعت من السماء وأنت استلقيتيني. معقول؟ معقول برضه. مفيش مانع الواحد يدعي لها دعوتين. ويا سلام بقى لو اتحمق في وسط الكلام ودمع عينيا ترغرغ بالعياط وتنزل دموع، ساعتها هصعب عليها، هتاخدها الشهامه وهتعمل اللي انا عايزه. حلو حكايه الدموع دي، تنزل دمعتين. اي حاجه انا في العياده. سوا مع السلامه. دقيقه واحده حد خبر للهاني. ازاي اخلف زي كل الناس ما بتخلف؟ هكتبه باسم مين؟ هي دي ليكي حق برضو، مش حلوه شويه. بقول ايه يا روحي، ما تجربي تاني مع فهمي بيه ولا رمزي بيه ولا فوزي بيه؟ اصل فوزي بيه ده طربش قوي، يمكن رجله تيجي. يا اختي قومي تلحلحي كده، شوفي حد من البهوات، يمكن ربنا يكبر بخاطرنا ونلاقي لك حد يتجوزهولك. وبعدين معاك يا نرجس، احنا هنهزر؟ راجل من دول ما دام طالع لوحده مستحيل يتجوزها. يا سلام، يا ما ستات زينا واكتر مننا وبرضه بيتجوزوا. بس بيتجوزوا مين؟ بلطجية اما مغفلين مش عارفين حقيقتهم. هاي يا مدام. ايه يا عباس؟ مرسي فندي بتاع امبارح قاعد تحت شويه، بص تلاقيه قاعد عدل وشويه يكلم نفسه. يوه يا عباس، وزعه باي حجه. حاضر من عينيا. انا مش رايقه له النهارده. استنى يا عباس. استاذ عباس لو سمحتي. جرى ايه عبس؟ عبس معلش. بقول لك ايه؟ هو ده الجدع بتاع تحتمس؟ تحتمس؟ او النبي بينه هو، اصله شكله اسدي. طب كويس، خليه يستنى تحت. سلوى نستنى حالا دلوقتي. انا يا جميل. تقول ايه يا نرجس؟ بشرفي اللي ما حلتيش غيره. انت بنت حلال مصفيه وهم يدعيالك. ادي كل حكايه يا سلوى هاني. قول لي يا مرسي، انت ليه ما بتديش دروس خصوصيه وتزود دخلك زيك زي غيرك؟ في الحقيقه يا سلوى هاني، أنا فكرت كتير في الحكاية دي، بس رجعت تاني استحرمت. تعرف يا سيادتك، العيشة زي ما صعب عليا صعب على غيري. الأب من دول
ريقه بينشف عقبال ما يربي ولاده ويكفيهم اكل وشرب. نيجي احنا كمان نقول له دروس خصوصيه والحصه بالشيء الفلاني. حرام. يا سلام على الضمير. لك حق يا سلوى في كل اللي قلتيه على الاستاذ. هي قالت لك حاجه عني؟ بصراحه بصراحه ايوه، من ساعه ما شافتك امبارح وهي ما بطلتش شكر فيك. اسمع يا ولد. نعم. لو جبت لك شغلانه بمرتب 250 جنيه تسيب الحكومه وتتفرغ للشغلانه دي؟ 250 جنيه في السنه؟ لا، في الشهر طبعا، وهيزيدوا بعد كده. 250 جنيه في الشهر؟ انا عايز كوبايه ميه، عايز كوبايه ميه، ولا بلاش ميه، انا عايز اروح الحمام، عايز اروح بتاع الحمرا دي بتعمل ايه؟ 250 جنيه، 250 جنيه في ده انا مش هسيب الحكومه، ده انا اسيب انا موافق، انا خدام الوظيفه الجديده من دلوقتي يا فندم. طب مش تفكر الاول؟ افكر ايه؟ دي عايزه تفكير، افكر ايه؟ ده انا عقبال ما اخرج من المعاش ما هي انت مش هتوصل لربع المبلغ ده. واطمن الشغل مع سلوى ما فيهوش تعب خالص. يا ست نرجس، احنا رجاله جدعان قوي وبتعشقه، بس كمان يعني نشتغل حلو قوي مع الناس اللي تقدر. هو في تقدير بقى بعد كده؟ انت هتكون السكرتير الخصوصي للمؤسسه دي كلها. وانا اوعدك انك مش هتندم على اختيارك ليا. خلاص، يبقى اتفقنا. بكره هبعت لك العربيه لغايه البيت، تروح بيها المدرسه الاول، تقدم استقالتك، بعد كده تجيني هنا عشان تستلم شغلك. هتبعتي لي العربيه في الحر في البيت عندي يعني؟ آه. عربية بسواق وبنزين وحاجات زي كده؟ طبعا عربية، أمال إيه، عربية بحصان وبرسيم؟ أنا كنت جاي وعارف إن أنا هطلع من هنا مجبور الخاطر، لكن لم أكن أتصور إن المسألة هتبقى فيها انفتاح بالشكل ده. دي بركة دعاء الوالدين يا أستاذ مرسي. أي والله، أي والله. روحي يا شيخة، روحي، ربنا سلام عليكم. وده كلام تقوله يا مرسي؟ الله، يابا هو يبقى عيب لما الواحد يحسن مركزه. يا ابني مركزك في مدرستك، ده انت دلوقتي مدرس قد الدنيا. قد الدنيا منين؟ بلا نيله، احنا هنكدب على بعض، ده النظم ينشف ريقي من كتر الشغل، والمهيئة بديها لك كل شهر وعلى يدك ما بتعملش حاجه، واجي اقول لك ادي دروس خصوصيه تقول لي متاجره في العلم حرام. يا ابني ده انت في وظيفه حكوميه. حكوميه ايه بس ياما؟ التفكير ده انتهى زمانه، الواحد الايام دي لازم يعرف يقرش فين ويروح له. أنا بصراحة فتح لي باب الحظ النهارده، هقفله بإيدي يا إخوانا. يا مرسي أنا أبوك أكبر منك وعارف مصلحتك. وأنا ابنك وأصغر منك وعارف اللي أنا بقوله. لو نفذت اللي في دماغك ده تبقى بتخرج عن طوعي يا مرسي. يابا أنا بخرج عن طوعك ولا حاجة، لغاية ما في الأمر أنا بحكم عقلي. بطلع ياض، خليني أعرف أكلم كبير العيلة. أنتوا عارفين أنا هركب إيه بكرة الصبح من قدام الباب؟ هتركب إيه يا ابني؟ عربية ملاكي بسواق. وكلها كام شهر انا كمان ياما واجيب عربيه نراخ واخدكم وافسحكم وافرجكم على الدنيا كلها. لا يا سيدي، فرج روحك انت، احنا خلاص بعنا الدنيا واشترينا الاخره. انا بقى اشتريت الاثنين وعايز اتمتع بالدنيا واتنعم في الاخره يا حاج. يلا يا ام مرسي على اوضتنا، انا من النهارده ماليش دعوه بيه. خلاص يا ست، كاننا ما خلفناش. استنى بس يا حاج، الكلام اخد وعطى. هتفضلي واقفه لي زي قرد قطع كده؟ عايزني انا كمان. الله، اخد من وشك واريحك. مش عايز ايه، مش عايز انت حياتي خالص، فاهم ولا لا؟ خلاص. عايز انام كويس، عايز اصحى الصبح وانا فايق عشان اعرف استلم الشغل، مش كل الشغل الشغل. ما بتعديش ليه؟ ولا بس بتعدي قدامي يعني؟ صباح الخير يا عرس. اهلا مرسي بيه، اتفضل. مركب قدام جنب سعادتك. لا ما يصحش، سيادتك النهارده الكل في الكل. شوف يا عرس، لازم تعرف ان انا راجل متواضع جدا. المراكز عمرها ما تغيرني. طبعا ما واضح اهو. اول قرار ليا هيكون علاوه لمرتبك. ربنا يخليك يا فنجاري، اسيد الفنجاريه كلهم. اركب بقى. اتفضل يا بيه. السلام عليكم يا رجاله. عاش عز يروح الزمالك؟ انا استاذ مرسي. اركب اتوبيس 13. السلام عليكم يا اما. ربنا يحفظك يا يوسف. السلام عليكم يا فتحي. عالسلام. عالصبح. انا ما يصلي على النبي.
مرسي ام مرسي، تعالى تعالى يا بابا وشوف. شوف ايه يا مرسي؟ مرسي جات له عربيه بحق وحقيقي، انما ايه قبها. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، واقفالي قدام الباب. المهم مش العربية يا أم مرسي، المهم العربية دي هتوصله لفين؟ شوفي حضرتك، الكذب خيبة، دي تاني مرة أروح فيها اسكندرية. معقول؟ المرة الأولانية كنت عيل صغير، رحت في رحلة مع المدرسة. ما تقدرش تتصور يا مرسي أنا قد إيه حاسة بالأمان وأنت جنبي. شوفي حضرتك من غير كلام، الطيبون للطيبات. مرسي ما بلاش حكاية حضرتك دي، انت ناسي ان احنا كنا زملاء واصدقاء؟ يا سلام يا سلام على تواضع رجال الاعمال، يجي حضرة الناظر يشوف. صحيح، ما قلت ليش عملت ايه مع حضرة الناظر وانت بتقدم له الاستقالة؟ استقالة حتة واحدة كده يا مرسي. يا حضرة الناظر، انا كنت قاعد في المدرسة حبا في العلم فقط، انما انا كنت كل يوم بيتعرض عليا عروض ملهاش اول ولا اخر. شرفي انا فرحت لك جدا يا مرسي. لا وايه يا حضرة الناظر، مركز خطير، مركز يخض. مين ده اللي في مركز يخض؟ مرسي. مرسي ده هو؟ ايوه، مرسي من موقعه الجديد يقدر يتصل باعظم شخصيات البلد. مرسي ده هو؟ ايوه يا حضرة الناظر، مرسي ده هو. ولو سيادتك قمت وهزيت طولك وبصيت من الشباك هتشوف بعينيك اللي هياكلهم الدود، العربيه الملاك اللي تحت امري بسواقها. تحت امر مين؟ مرسي. مرسي ده هو. وفضل يقول مرسي ده هو مرسي ده هو، والعرق بقى يشر من فوقيه ومن تحتيه، لدرجه ان انا افتكرت انه عمل حاجه على روحه. كان شكله مسخره. مرسي. لا. اول ما نوصل اسكندريه ننزل نشتري لك شويه هدوم على الموضه. انا عندي بدلتين غير دي، منهم بدله سودا علشان المناسبات الرسميه، حضرت بيها جنازتين بتوع ناس معرفتنا في الحته عندنا. لا يا مرسي، احنا بعد كده هنفصل بدل للافراح والليالي الملاح بس. الله اكبر الله اكبر. ولا بلاش؟ انا متهيألي اللي يعيش هنا يقضي طول عمره سعيد. متهيألك يا مرسي، والدليل انا اهو كل يوم والتاني هنا وفي اوروبا عايشه احسن عيشه. لكن يا خساره، بضحك قدام الناس وقلبي من جوه بيبكي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه انت عيانه؟ وحيده يا مرسي، وحيده، والوحده عذاب. وحيدة ازاي بس؟ انت اللهم صل على النبي، اصحابك ومعارفك نص البلد. دي كلها مصالح، لكن الانسان دايما بيحتاج للقلب الحنين اللي يسعده ويهنيه. ربنا كبير. شوف يا ست هانم، طول ما انا جنبك هخليكي في منتهى السعاده، ان شاء الله اعمل لك ارجوز حد. انت عظيم يا مرسي.
عظيم. ده كله من طيبتك ومن اخلاقك الكريمه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تيجي نخش جوه احسن. اه مش كده؟ اه صحتك. لا بلاش انا. وبعدين معاك ما تزعلنيش. انا هقول لك، اصل المره اللي فاتت استاذ عباس اللي عندك سالني من البتاع ده، بوظت الدنيا. قعدت ساعه قدام بيتنا ادور على بيتنا. خلينا انا بقى للمناسبات الرسميه. ما هي النهارده مناسبه رسميه جدا. ايه ده؟ خير؟ عيد ميلادي. الكلام. طب مش كنت تقولي من الصبح؟ انا حاضر اجيب شويه بسطه. لا لا مش مهم، المهم ان احنا مع بعض. صحتك بقى. يلا عقبال 100 سنه. هو الويسكي ده بيتعمل من ايه؟ من عصير البصل. بصل؟ اه. بصل ايه؟ بصل بتاعنا ده؟ اه بصل. فينك يابا تيجي تسمع؟ مال والدك ومال الويسكي؟ انا هقول لك، اصل هو كان دايما يقول لي البتاع ده حرام، مع انه هو كل اكل ياكلها ياكل جنبها 2 كيلو بصل، تريب يسكر من وراها. ايوه ايوه بصل، اديله بصل. أنا كنت أعنف مدرس في المدرسة. يا سلام. آه، اللي كلمني كلمة طيح فيها على طول. مرة الناظر بتاع. أدي مرسي. أدخل الفصل بدل المدرس اللي ما جاش. قلت له مش داخل يا ناظر. لو إيه؟ قلتها له بعصبية. ها؟ وبعدين؟ ولا حاجة. كلمة مني كلمة منه. رحت ماسك الكرسي ملبسه له في دماغه ونزل ساكت. مرة واحدة؟ أنا ما عنديش ياما ارحميني. اه وبعدين؟ رحت مفوقه بكوبايه ميه في وشه، ورحت ماسك المكتب بتاعه في واحد ملبسه له. مره واحده برضه؟ لا المره دي على مرتين. جدع يا مرسي. اه كمل. هو خد المكتب من هنا وراح نازل على الارض، ورحت انا بارد فوقيه وفين يوجع. اديله. امال ايه؟ الدنيا اتقلبت، المدرسين اتلموا والعلم اتلموا والتلامذه اتلموا. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. جابوا بوليس الماده. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. جابوا مراته وولاده وبقوا عياطوا. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. انت كنت واقفه في الخناقه؟ مؤاخذة، هو البصل اللي عندكم خالص ولا ايه؟ لا فيه. طب ما تجيب لنا بصلايه. حاضر من عينيا. اه ده بصل اخضر بقى. صح. الدنيا تالت. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. جابوا الامن المركزي. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. 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 كان يوم الله العظيم. مفيش مرسي. مفيش مرسي.
عملت ايه؟ انا قلت حاجه زعلتك. الله 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 الله، يا ريتك قلت وبس وما حصلش اللي حصل. حصل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. عليك انت اللي بقول عليك انسان طيب، انت اللي كنت بقول عليك صديق مخلص ووفي. حصل ايه؟ سيبتي مفاصلي. امبارح بالليل، ايوه، بعد ما شربت، ايوه، كنا قاعدين بنتكلم في امانة الله، لقيتك فجأة بصيت لي. وبعدين معاك يا ام، ما تيجي جنبي وخلي القعدة تحلى. يا ام عيب يا مرسي. عيب يا مرسي ده ايه؟ ما تخليك صبور ومال تعبان. احنا اصحاب يا مرسي. ايه دخل الصحوبية في المسائل العائلية؟ مرسي ايه؟ مرسي انا؟ أنا عملت كده؟ يا ريت كده وبس. الله، حصل إيه تاني؟ ما سمعتيش عن مرسي ولا إيه؟ ده أنا مرسي جبار اللي مولع نار. لا 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 لا، ده إيه؟ دي مرة واحدة ست قالت لي لا، ذبحتها. مرسي لا، مانجا دي وكمان فراولة، ده قشطة بالهابل، ده انا وقعت في سوق الفاكهة يا جدعان. مرسي لا، لا يا مرسي، لا يا مرسي لا. مرسي لا. نرجس جمال، انا ده انا عمري ما ذبحت فرخ، ذبح واحدة ست. اقطع البصل واستني البصل. بصل ايه؟ بصل ايه؟ وده جزائي عشان وصبت فيك ودخلتك بيتي. سامحيني، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. مفيش غير انك تصلح غلطتك. اصلح؟ انا اصلح؟ انا اصلح غلطتي؟ اصلح غلطتي بالطريقه اللي تعجبك؟ ده انا غلبان، ده انا كان مسميني في المدرسه ابو رياله، ده انا ابو رياله. خلاص لازم نتجوز. ايه؟ نتجوز. نتجوز؟ ايه؟ هترفض؟ ارفض؟ ارفض ايه؟ ده اللي بتقولي ده حلم عشت فيه ايام الجامعة كلها. كلام ايه ده؟ كلام ايه؟ بدام الحكاية كده بقى، استني لما اقولك على اللي في قلبي كله. هتقول ايه؟ انا عشت ايام الجامعة كلها احلم باليوم اللي ايدك تلمس فيه ايدي، انك تكلميني كلمة واحدة. بس كنت اعمل ايه؟ كنت فقير غلبان واقف على ارض بتتهز بيا، وانت فوق في السما مليون نفر احسن مني يتمنوا يوصلوا لك. مرسي. مفيش مرسي، الخيرة فيما اختاره الله. طب خلي شوية لبعدين. مفيش بعدين، يلا قدام السكات. على فين؟ على فين؟ هصلح غلطتي عشان أرضي ضميري. وقبل ما ترجعي في كلامك. مبروك يا عروسة، مبروك يا عريس. تسلم إيدك يا أستاذ. العفو يا ابني، بس لازم نختار الزوجة الأولى بإعلان رسمي على يد محضر. استنى استنى، بقول لك هيخطر الزوجه الاولى لازم يعمل الحكايه دي يا استاذ. القانون الجديد كده. على كل يا استاذ، تختار ما تختارش، المهم ان هم اتجوزوا خلاص. يلا على رايك عباس. على بركه الله، الرفاء والبنين. حكايه البنين دي هي اللي مش هتحصل. قلت ايه يا حبيبي؟ ها؟ لا بقول يعني كل شيء بامر الله. انا مؤمن قوي بالاسم ونصيب. استاذن. عن اذنكم اوصل الاستاذ في سكتي، يمكن الاقي عريس زي القمر زي الاستاذ مرسي كده. مفيش، اصل انا نوع منقرض نادر، اخر واحد خليته سلوى. كده عن اذنكم. اتفضل. مش انا اخر واحد خدتيه؟ اجهز العشاء للعرايس. عشاء؟ عشاء ايه؟ ده وقت عشاء؟ والنهاردة برضو في مكان للعشاء، لو ورانا حاجات مهمة، مهمة يا عباس، أهم من العشاء. آه يا شقي أنت يا شقي. لا 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 لا، أنا بتكسف من الحاجات دي، حتى شوف العرق بينط من راسي. طب انسحب أنت في هدوء بدل ما ينط من حتة تانية ويوسخ السجادة. مش نخش جوه في الدفا أحسن. وبعدين معاك، مش إحنا كنا مع بعض امبارح؟ بس امبارح كان البصل عامل عمايله، النهارده بقى انا رايق قوي وفايق قوي بقى.
نفسي اشيلك على ايدي وامشي بيكي زي انور وجدي وليلى مراد في فيلم حكايه حب بتاع عبد الحليم حافظ. طب ما تشيل. يا ريت القدرات الصحيه ما تقدرش. تصبح على خير. مش فاهم. انا هنام هنا وانت هتنام في الاوضه الثانيه. وبعدين؟ بس خلاص. بس خلاص ازاي؟ امال ال الايه؟ الجواز يعني. اه هما ناس المودرن بيعملوا كده، كل واحد فيهم لازم ينام في اوضه لوحده. اه كل واحد فيهم ينام في... وحتى هما متجوزين؟ اه حتى هما متجوزين. اه هما لما يعوزوا يطبقوا نظريه التناسل والتكاثر بيعملوا ايه؟ هما برضو بيتقابلوا من وقت للتاني. طب ما نتقابل دلوقتي خير البر عاجله. معلش يا مرسي اصل انا تعبانه قوي، خصوصا بعد الجهد اللي انا بذلته امبارح عشان اقاوم رغباتك الشريره وما قدرتش. اه صحيح. تصبح على خير. وانت من اهل الخير والسعاده والهنا. ايه يا مرسي ده؟ ايه يا مرسي الامل اللي انت فيها دي؟ يا مرسي يا متدلع. مراتب اسفنج زي الواح الخشب اللي على السرير بتاع بتعة. لا والمصيبه ان ابوها كان مستقل المهر بتاعي. طيب اديني اتجوزت من غير مهر ومن غير شبكه كمان. لو ايه؟ نقطة قشطة. يا مرسى يا متدلع. وفضلت ورا البنك لحد ما خدت العملية بالضمان الشخصي. كنت قلت لي ولا كنت سهلتها لك؟ ما أنت عارف ما تخافش عليه مع البنوك. وإحنا عندنا ضيوف ولا إيه؟ هي القعدة تحلى قوي من غير ضيوف يا مرسي بيه. ده انتوا انستونا. ميرسي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. اهلا اهلا. مبروك يا عريس. ربنا يبارك في سعادتك سعادة البيه. حقيقي عرفت تختار وتنقي. ربنا يخليك لينا يا فندم. ده انت حظك من السما. مرسي ابن حلال ويستاهل كل خير. شكرا يا فندم. ما تقعد يا مرسي. اه انا هقعد طبعا. صحتكم يا جماعة. صحتك. ها وبعدين؟ ولا حاجة. أصريت ما أدفعش غير 3 مليون. فضلت في أخذ ورد وأخيرا وافقت. على طول اشتريت ودفعت 3 مليون. 3 مليون إيه؟ جنيه طبعا. 3 مليون جنيه؟ حضرتك بتشتري كوبري 6 أكتوبر؟ ضريب فوزي ده يا جماعه مش كده ولا ايه؟ فوزي ليه بيستورد فراخ؟ ب 3 مليون جنيه؟ كل شهرين صفقة بالشكل ده. يا ده انت على كده بتاكل فراخ وبتشرب فراخ وبتلبس فراخ. ما بياكلش الفراخ اللي بيستوردها. قصده بيخاف على صحته. مش واخد بالي. يا سيدي ما تدقش. لا ما هو في حاجات برضه الواحد لازم يدق فيها. اللي يدق يتعب يا مرسي بيه. اسمحي كلمة كلمة. ايه؟ كلمة. معلش على اذنكم يا جماعة. اتفضل يا بابي. ايه؟ في ايه يا مرسي؟ لا ولا حاجة بس أصل الراجل اللي قاعد جنبيكي. فهمي بيه؟ ماله؟ لا مفيش بس اصلي شفته بيحط ايده في اماكن مش هي يعني كده. ايه الفكر المتاخر ده؟ لا هي مش مساله فكر متاخر ولا حاجه بس اصلي يعني يعني مش كده حبيبي احنا قاعدين سان فاسون. نعم سان فاسون الاوساط المودرن كده دايما. يا سلام يا سلام اوساط المودرن كده دايما. طيب طب الاوساط المودرن كده دايما خلاص سان فاسون يعني الملك مينا بقى الله يرحمه.
كان ملك عظيم قوي. ملك مين ده؟ هو اللي وحد القطرين، القطرين اللي هم الواج البحري والواج الابلي يعني. اثنين. ايوه هما الاثنين. لما وحد القطرين بقى يعني ايه؟ لبس التاج بتاع القطرين. لبس تاج بقى كده عامل زي الشمامه. سربين. ايه؟ عامل زي الشمامه، تاج زي الشمامه وخارجه منه عجوره صغيره كده. كارثه. الملك رمسيس بقى، رمسيس الله يرحمه، الله يرحمه، كان ملك عظيم قوي هو كمان، بس غاوي بقى ايه؟ غاوي بقى ايه؟ حرب وجواز. اتجوز 92 واحده. 100 ايه؟ بقول لك اتجوز 92 بس. 150 يا عم. 150 ايه؟ في حد بيتجوز 150؟ هو اتجوز 92 بس. 200 200 ايه يا فهمي؟ ايه حد بيتجوز 200 واحده؟ اتجوز 92، انا مدرس تاريخ متاكد من اللي انا بقوله. معاك ايه؟ انا معيش حاجه. ليه؟ فول اس. فول ايه؟ هو الفول ده ورانا ورانا. هارد لك يا رمزي بيه. مبروك. سان فاسون يعني. رمسيس بقى، رمسيس الله يرحمه، غير بقى ان هو اتجوز 92 واحده، خلف 120 عيل. ما هو بقى يومهم ما كانش فيه بقى لا ازمه سكن ولا انظر حولك ولا الحاجات دي. يقعدوا يبنوا اهرامات ويخلفوا عيال. مش وقته يا حبيبي. ومرسي بيه ما بيعرفش يلعب كارت؟ لا بعرف العب طبعا. تلعب ايه؟ بلعب شلح. اي حبيب شلح. مره كنت قاعد على قهوه بعرف، كنت بلعب مع الواد بيوم النتن، ليه واحد صاحبي اسمه بيوم النتن. ابويا بقى طب وانا بلعب معاه، فخدني البيت من سكان. وقعد يضرب يعني عدمني العافيه في البيت. هو بقى كان قوي البنيه عريض المنكبين، فجيه بيضرب انا خليت منه، وقع اتكسرت رجله. اتكسرت رجله حقيقي يعني. انا شايف سيادتك عمال بتخسر من اول ما قعدت. امال هتشتري الفراخ منين؟ البركه في البنوك، بتدي له اللي هو عايزه باشاره واحده. كله على البنوك. كله على البنوك، كله على البنوك، كله على البنوك بقى، كله على البنوك، كله على البنوك. ايه كله على البنوك؟ ايه كله على البنوك؟ ايه كله على البنوك؟ ايه وفاكرنا ايه؟ ايه كله على البنوك؟ ايه كله على البنوك؟ سلام يا ادم مرسي، لو حد من البهوات دول شغلك اي شغلانه مش الشغل بتاعهم، فراخ، كتاكيت، عصافير، اي حاجه، الواحد كان يبقى مليونير في يوم وليله. مصيبه ان هم ابويا وبابا زعلانين مني علشان سبت الحكومه. الحكومه. كله على البنوك، ايه كله على البنوك، وفاكرنا ايه؟ كله على البنوك. يا لهوي يا زبتك يا زبتك يا متعه، يا خرباتك يا متعه، اللي حصلت يا راجل انك تتجوز عليا؟ طب وحياة النبي، ما انا قاعده معاك بعد النهارده. شوف ايه يا بنت، ما نشوف ايه الحكايه يا بنت، في حكايه يا بتعة، يا بتعة ما تبقيش طايشة ومجنونة. يا نهوة اللي أنا بعمله ده علشانك وعلشاننا كلنا. يا نهوة الكلام اللي بيتقال في الحتة ده مظبوط؟ عجبك؟ أصوات اتفضحنا في كل حتة. يعني أنت اتجوزت يا مرسي؟ يابا هو أنا أول واحد اتجوز على مراته؟ ما الحاج مصطفى الجزار متجوز تلات، وإبراهيم الفران عنده جوز وبيدور على جوز تاني. اخرس! مستحيل تكون أنت مرسي اللي ربيته. أنا كنت حاسس إنك بتضيع مني يوم بعد يوم. أنت شطرنج. طيب يابا عشان عايز اعيش وعايشكم معايا في العز والخير. يقول الخير اللي يجي من وراه. وكان بيقول انه رايح يشتغل في اللبيدة. يا لهوة. هتبيح يا اختي ضاع مني وراح. يا لهوة. يا بتعة اصل ده مرتبط بده، العملية كلها بتكمل بعضيها. يا ابني حرام عليك، تفصل قلب مراتك وامك وابوك. دي الست مالهاش الا دخلت جوزها عليه. وانا قلت مش هدخل يوم، انا قلت مش هدخل يا بتعة. تدخل ما تدخلش، مالكش دعوة بيا بعد النهارده. حرام عليك. الله يا بتعة، ما دام ياخد مش هيفاجئ شتة. خلاص كل واحد منا يروح لحاله بقى. عيشه ايه؟ عيشه ايه اللي انت بتقول عليها؟ انت فاكرين العيشه اللي انتوا عايشينها دي عيشه؟ انتوا عايشين تحت الارض مع 3000 متر،
ولو فضلتوا على افكاركم دي هتفضلوا تحت الارض على طول. وعشان تبقى المساله الصريحه قدامكم، انا ما عنديش استعداد ادفن نفسي بالحي. انا خلاص حطيت رجلي على طريق العز. اللي عايز يمشي معايا اهلا وسهلا، مش عايز سكه السلام. ما تزودش ولا كلمه، اتفضل اطلع بره، مش عايز اشوف وشك تاني بره. يابا عيد ما تزقش كده، ما صح تحرم علي عيشتك طول ما انا موجود. قلبي وربي غضبان عليك ليوم القيامه. بره بره. بس يا بنتي ربنا موجود. سلوى سلوى. الهانم مشغوله، وطي صوتك. مشغوله في ايه؟ معاها فهمي بيه، بيتناقشوا في امور هامه. بيتناقشوا فين؟ انا مش شايف حد هنا. في اوضه النوم طبعا. اوضه النوم ده ايه؟ عيب يا مرسي بيه، ما يصحش. اوض النوم ليها حرمه برضه. يعني ايه يا عباس؟ يعني حضرتك تقعد هنا تتسلى عقبال الهانم ما تنزل لوحدها. اتسلى؟ انت جيت يا مرسي؟ اهلا يا مرسي، وحشت يا راجل. اصله قاعد في النادي ليل ونهار. يا ستي خليه يتمتع بحياته. قول لي يا مرسي، انت مبسوط في الجواز؟ طب استاذن انا. مع السلامه. الله يسلمك. ايه اللي جاب الراجل ده هنا دلوقتي؟ انت اتغديت حبيبي ولا هتتغدى معايا؟ كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ بسألك انت اتغديت ولا هتتغدى معايا؟ وانا بسألك كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ دي مش محتاجه سؤال. راجل وست في اوضه النوم هيكونوا بيعملوا ايه؟ مش ممكن، مش معقول. ايه هو اللي مش ممكن ومش معقول؟ مستحيل تكوني كده يا سلوى. يعني انا مش اول راجل في حياتك. مش هتكون اخر راجل. امال كنت بترطمي خدودك وهريتي نفسك من العياط ليه في اسكندريه بعد ما حصل اللي حصل؟ ما انا زي غيري. ارجوك يا مرسي، مفيش داعي تجرحني اكتر من كده. أنا مش قادر أصدق نفسي لغاية دلوقتي. أنت أكيد بتهزري. هي دي الحقيقة، وأحسن تعرفها النهاردة قبل بكرة. الله، ليه طيب؟ ده أنت طول عمرك نجمة في السما السبعة، مليون نفر كانوا يتمنوا يتجوزوكي ويقدموا لك الحياة الطاهرة الشريفة. عايزني أقول لك إيه؟ عايزني أقول لك نفس الأسطوانة اللي بتقولها كل واحدة؟ عايزني اقول لك اب مريض وام عجزه واخوات غلابه؟ لا، ما كانش في اب مريض ولا ام عجزه ولا اخوات غلابه عايزين حد يصرف عليهم. كان في انا، كنت عايزه البس فساتين واركب عربيات ويبقى لي فيلا شيك زي ايدي. كنت عايزه اعيش. باختصار عملت اللي انت بتعمله دلوقتي. بس دي جريمة فظيعة. جريمة فظيعة ليه؟ عشان انا واحدة ست مش كده؟ طب وانت؟ انت اللي سبت مجتمعك وبيتك واهلك وسبت مراتك، ما هيش جريمة ليه؟ صدقني يا احنا الاثنين زي بعض، بس كل واحد فينا ارتكب الجريمه بطريقته. عموما دي حياتي ومش عايزه اغيرها. لو حبيت ان احنا نتطلق انا ما عنديش مانع. نتطلق؟ ايوه نتطلق، وكل واحد فينا يروح لحاله. اعتبر نفسك كنت في اجازه من الفقر كام يوم. عن اذنك انا تعبانه وعايزه استريح.
ترى ايه بس يا استاذ مرسي؟ ما انت عارف ان في الدنيا مفيش حلاوه من غير نار. حتى انت كمان بتتكلم عباس. وما تكلمش ليه بس يا استاذ مرسي؟ ما انا الاخر كان حالي عدم وما كنتش لاقي اكل. فتحت عينيا وطاطيت البصله واديك شايف اهو بقيت سفراجي محترم وعايش اخر تمام. سفراجي اه، لكن محترم ما افتكرش. يا سيدي ما تدقش في التسميه، المهم انها مستوره وجيبي مليان فلوس. كرامه الانسان وضميره. واحنا احسن من غيرنا؟ كرامه الانسان؟ اديك شايف الضيوف اللي بيجوا شكلهم ايه؟ متنازلين، جاهزين، مستعدين يتنازلوا كمان وكمان كل ما تجيلهم اي فرصه. وانت دلوقتي بقى شيتك معدن وعلي العال، هتسيب ده كله بقى وتروح فين؟ تقدر تقول لي؟ وسيبها اللي انا اتطردت من بيت ابويا. اديك قلتها بعظمة لسانك. يعني لا شغل ولا مأوى. بلاش عند يا استاذ مرسي. فكر بالعداوه وسيب العجله تدور. هتبص تلاقي نفسك بقيت فوق قاعد ومدلل رجليك على العالم كله. صعب. صعب علي يا عباس. ولا صعب ولا حاجه. الحكايه بمنتهى البساطه. تسمع وتشوف من غير ما تتكلم ولا كلمه. ها؟ هتطلق؟ من فضلك بعد كده لو عندك ضيوف يبقى ادينا خبر عشان ما اجيش واحرج نفسي. مرسي مبروك، انا حامل هتبقى اب. مبروك يا مرسي بيه، جالك ولد، الخالق الناطق حضرتك. بصيت له كويس يا عباس؟ الا بصيت له، طبعا بصيت له. شبهي مش كده؟ اه، واخد رجولتك وجمال الست والدتك. وكمان واخد رجولتي؟ بقول ايه؟ اللي انا عايزه حضرتك، تلاقيك كنت خايف عليها قوي وهي بتولد. حد ما يخافش على مصدر رزقه يا عباس. يا سلام، هو ده الزواج السعيد صحيح. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. مبروك يا مرسي. عقبالك يا نرجس لما تخلفوا ذرية صالحة من أبهات محترمين زي حالاتي. بطل هزار بقى وروح شوف البيبي في أوضة الأطفال. مش لما أطمن عليك الأول. أنا بخير. كلها كام يوم وأخرج من المستشفى. تعال يا مرسي، تعال متع عيلك بضناك. لا والضنا غالي يا نرجس. أنت هتقول لي؟ تعال بقولهولك. لا خليك أنت، يمكن سلوى تحتاج لك في حاجة. طب والنبي يا مرسي، وأنت بتبوسه ابقى سمي. ألف مبروك يا روح قلبي. يعملوها كبار ويقعوا فيها صغار يا صاحبي. يا ترى انت ابن مين بالظبط؟ مصيبة انك انت نام هادي ولا على بالك. انت هيهمك ايه؟ بقى ليك رب رسمي والمسائل اخر تمام. تعرف فيك شبه من زكي بيه؟ لا ايدك بس هي اللي شبه ايده. عينيك بقى عينين فتح بيه. مناخيرك مناخير فهمي بيه على رمزي بيه. شعرك بقى قمر الخالق الناطق شعر الحاج محمد بتاع البسبوسه.
ولسه لما هتكبر بقيه المساهمين هيبانوا. الغريب يا اخي فيك شباب من كل الناس الا مني انا، وبالرغم من كده فانا ابوك قدام الناس وقدام الحكومه. شفت الحلاوه؟ انا ولد المهم. هي ازيك؟ هي بخير ومستناك في اوضه 7. فمتشكر. فين يا مرسي بيه؟ مبروك جنى ولد. وهي؟ هي بخير مستناك في اوضه 7. مرسي بيه مبروك جنى ولد وهي بخير ومستناك في اوضه 7. مبروك جنى ولد وهي بخير ومستناك في اوضه 7. بقول لك ايه يا قمر؟ 10 جنيه اي حد معدي قول له مبروك جنى ولد والهانم بخير ومستناك في اوضه 7. الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ مساء الخير. مساء النور. بشرفي. كنا زي اليتامى من غيرك. متشكرة أوي. نورتي والله نورتي. متشكرة. كفاية بقى ادوني فرصة أقول أنا كمان. يا أخويا من غير ما تقول، هي عارفة حلاوتها وغلاوتها عندنا. حلاوتها وغلاوتها عندكم حاجة، وحلاوتها وغلاوتها عندي أنا حاجة تانية. الله انتوا هنا؟ ها ايه الاخبار؟ مرسي بيه بيكسب زي العاده. راجل ايه حظه عالي. اه المكاسب هايفه يا جماعه. عايزه حاجه يا حبيبتي؟ 100 جنيه معاك. عايزاك دقيقه واحده ممكن؟ طب هلف الدور ده واجيلك على طول. انا معايا 4 نسوان وده واحده يبقوا 5. تكسب تاني. مش هتلعب ولا ايه؟ طبعا هلعب، ده انا اساسا بتاع لعب. تعالي كملي الدور بدالي. انا اذنكم يا جماعه. اتفضل يا بيه. هكلم زوجتي حبيبتي شريكة حياتي. طبعا ام ضنايا وحبيبي. الله مش طاعة الزوجة واجب ولا ايه؟ مش انتوا بتطيعوا زوجاتكم برضو؟ الله اكبر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا حاجة. انت بتلعبي بره وانا بلعب جوه. كل واحد بيلعب بطريقته. من امتى بتعرف تلعب؟ ما حبيتش اضيع وقت وانت في المستشفى. هما يلعبوا اه لكن احنا لا. لا حول ولا قوة الا بالله. ده بدل ما تشكرين على اني بوسع نشاطنا وبزود رزقنا. ازيك يا فوزية؟ وازاي ماما؟ ما لطيفة قوي. مرة تانية مفيش داعي تزودها مع أي واحدة من الموجودين. زي ما حصل دلوقتي. ليه؟ ليه الأفكار الرجعية دي؟ ما تاخد الأمور ببساطة. سان فوسان. تشيديو. نو 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 نو. أتنسيو تي بارول. إيه ده؟ فرنساوي؟ لو أنت ما دريتيش. لا. الزمن بيعلم حاجات كتير. رمزي بيه. عايزك حاجة. خير يا مرسمين؟ لا خير إن شاء الله. واحد صاحبي من بتوع النادي، أخويا وحبيبي زي حضرتك كده بالظبط، مستورد مركب تفاح، بس تفاح إيه؟ من اللي قلبك يحبه. المركب عليها 200 طن، هما في المينا مش عايزين يدخلوا المركب قبل شهر، بالطريقة دي التفاح هيبقى طرش والراجل هيتخرب بيته. والمطلوب؟ كلمة منك، المركب تدخل المينا وأنت القرشين الحلوين يدخلوا جيبك. ده كلام. هناخد رشوة يا مرسمين؟ أعوذ بالله. حد جاب سيرة رشوة يا راجل؟ دي هدية والنبي قبل الهدية. ثم إن السلوى ملهاش خاطر عندك ولا إيه؟ سلوى في عينيا، بس دي مسألة مبدأ وكرامة. وبعدين بقى ما إحنا كمان عندنا مبدأ وكرامة وعايزين نفوت لك من يوم ما اتجوزنا، فوت لنا أنت مرة. وبعدين المثل بيقول يا راكنين على قفايا قفايا من راكني داب، ساعدونا أنتوا حبة لو كنتوا حقيقي أصحاب. خلاص يا مرسي بيه. تحت أمرك. بكرة المركب تدخل هنا. أنا أحب اللون ده.
ايه ده كله؟ ما تعرفيش حد في الجمارك؟ لا ما حصليش الشرف. لا كده غلط يا سلوى، لازم اتصالاتنا تكون على كل المستويات، ولا هقطع روحي في الشغل لوحدي ولا ايه؟ مرسي انا شايفه من الافضل ان احنا نتطلق. حبيبتي ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، وانا عموما مش كاره. انا بقى كارهه وعايزه اتطلق، قلت ايه؟ في الحاله دي بقى قانون الاحوال الشخصيه بصفي. لم هدومك وارحلي في رعاية الله، بس ما تنسيش تكتبي على العربية من ورا، ما تبصليش بعين راضية، ده أنا هفرقع من اللي فيا. عايزني أمشي من بيتي؟ حبيبتي من غير انفعال، لازم تعرفي زي ما هو بيتك بيت أنا كمان، وبيت ابني حبيبي اللي بيحمل اسمي في شهادة الميلاد الرسمية بتاعت الحكومة. مادام كده بقى استعد للمفاجأة اللي هقولها لك. لا قولي بسرعة، نحسن أنا ابتديت أتخض. الولد مش ابنك. ايه ده؟ مش معقول. طب انا عارف الحكايه دي من زمان. على اذنك يا حسن، ابني حبيبي بينادي عليا شهاده الميلاد. قوم يا اختي اشرب، سلامتك الف سلامه. يشفيكي ربنا يا اختي. قومي يا حبيبتي شد حيلك. خدي يا اختي، خدي تمام عشان خاطري. بسم الله الشافي المعافي. معلش تمام عشان خاطري يا اختي. بالشفاء والعافيه، بالشفاء والعافيه. وآخرتها يا أبو مرسي؟ صدق الله العظيم، العلم عند الله. أنا يا مؤكرم بالله، ما أنت كمان زودتها معاه حبتين. أنا يا أبو مرسي؟ أيوه، أنت مش طردته من البيت؟ طردته من عمايله. وهو يعني كان عمل إيه علشان ده كله يحصل؟ الواد ما عملش جناية، لقى نفسه تعبان من شغلة الحكومة، استقال واشتغل في أعمال حرة، ومال البركة في التجارة. ايوه بس كان لازم يتجوز على مراته ويكسر قلبها. كل شيء اسمه ونصيب، واحنا لو كنا قلنا للبنية كلمتين طيبنا خاطرها كانت قبلت وعاشت. لزوم ايه احنا بقى نفرق بينهم؟ وانت عايز الحق بقى، انا هتجنن وحزينة على فراقه. بس مش انت لوحدك يا ام مرسي، ربنا يعلم انا كمان حزني عليه قد ايه. ده ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، ده نور عيني، حتة من قلبي. ربنا بس هو اللي يعلم وانا بطرد من البيت كنت بتقطع ازاي من جوه، كأني كنت بطرد روحي من جسمي. عارفة يا اخويا وحاسة من غير ما تقول، عشان كده بترجاك تروح له تكلمه كلمتين تطيب خاطره وتجيبه وتيجي. صوت عليك النبي ما تكسف. عليه الصلاة والسلام. حاضر حاضر يا أم مرسي. وشك منور أول النهاردة، شكلك كده زي ما أكون جبت تاني شوية فراخ بايظين. ما جبنا ووزعناها من زمان. وزعتهم؟ الله أكبر. ما كله على البنوك. كله على البنوك، هي كله على البنوك. ايه ده؟ خدود دي ولا تفاح امريكاني؟ منور يا قمر، منورين، منور. ايه يا زكي بيه؟ خف شويه مش كده؟ هاي انت ما بتضيعش وقت يا عم، خف عننا شويه. تعالى تعالى تعالى.
اللي ياكل لوحده يزور. الله، انت هتحسدنا ولا ايه يا مرسي بيه؟ يا عم لا هنحسدك ولا حاجه، انا بس خاف على صحتك. صحتي بومب وحديد والحمد لله، بس مالكش دعوه انت. طب ماشي يا عم. ما تقوم تفرفشينا شويه، تعملي شويه جو كده بدل ما انت قاعده. مفيش مانع، بس وحياه ابوك مفيش داعي لحكايه الخلف دي تاني، احسن بتحرمنا من قعدتها الحلوه. بتقول لنا ليه؟ الله، مش انت تزوج يا راجل؟ اختشي يا عين. قوم يا جميل قوم. الشرب يا جماعه، جبت هات الشرب بتاع الحلوه. قطتي جامد، عايز تخيب جامد. وتحبياتي حضرتك. انا جاد الحق، احب الحق واموت في الحق يا سجاد الحق. اي خدمه؟ لا ابدا، بس كنت عاوز اقابل مرسي. مرسي بيه، اتفضل اتفضل، بس خد لك جنب. الله، شايفين يا جماعه التيبي الجميل ده؟ اهلا اهلا اهلا. معايا ولا ترقص لوحدك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام، اتفضل. ايه ده يا مرسي؟ ده اصله حفله، واحد صاحبي عيد ميلاده وبنعيص له. ويا ترى مراتك انهي واحده فيهم؟ اتفضل يابا. طب استريح. اتفضل. بسالك مراتك انهي واحده فيهم؟ مين ده يا مرسي؟ أنا والد الأستاذ. أهلا أوك، أنا المدام. أنا مواكرم. الله، ده بيقول إنه والده. أنا كان عندي سفرجي يشبه له بالظبط، بس على أنضف. طردته عشان كان بيسرق اللحمة. راح فين يابا؟ أنت مين؟ أنا ابنك مرسي يابا. مرسي، مرسي مات، مات من زمان، مات من يوم ما ساب بيتي. يابا ما تلمسنيش، أنا طاهر. لعنة الله عليك ليوم الدين، لعنة الله عليك ليوم الدين. إيه ده يا مرسي بيه؟ ده ابوك ده باين عليه دقه قديمه قوي. هو موديل سنه كام؟ مرسي، مرسي، على اذنك. هو اهدى. اللي حصل ده مهزلة، انا عمري ما اتحطيت في موقف سخيف زي ده. ما سألتش نفسك موقفي ايه قدام ضيوفي وانت بتتهان من راجل بالشكل ده؟ ده ابويا. بس كان لازم برضه يراعي كرامتك يا ستي. ما احنا اتنازلنا على كرامة من زمان، اشمعنى دلوقتي؟
نادي. يقطع الجواز وسنينه، ما كنا عايشين براحتنا وفي الهنا كله. سلامته ناوي يرقد هنا على طول؟ ده بقى له رايد 4 ايام. مش شغلك. انا عارف انه مش شغلي، ما قلتش حاجه، بس قطع الرزق وحش. مرسي. الطريقة اللي فلسع بيها دي بتقول انه لا يمكن هيرجع تاني. اسمعيني انا يا اختي. قتلت ابوك يا مرسي، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. نفسي اعيش كويس زي بقيه الناس اللي حواليا ما عايشه. حبيت اكسب الدنيا والاخره خسرت الاثنين. ما سمعتش كلامك يا بابا. وحشني وحشني. سبتني لمين؟ ما بقاش في حد يسال عليا. ده انت كنت ابويا وصاحبي وحبيبي. وحشني يا بابا. نفسي اصلي الفجر معاك يا حاج. رد عليا يا بابا، رد عليا. كفاية يا بابا عذاب فراق، بلاش عذاب ضميري. سامحني يا بابا، سامحني يا حاج، سامحني يا بابا. والنبي ما انتوا قايمين. ايه عيب؟ خايفين من ايه؟ انا بكتير جوزها. يعني جوزها خايفين من ايه؟ كلنا واحد. كلنا مع بعض صنف وصنف. هنا يا مرسي. ارمي المسدس اللي في ايدك ده. ارمي المسدس؟ معقول ارميه ازاي؟ ده انا شاريب الفلوس اللي بعت بيها كرامتي وشرفي. مرسي انت مش في وعيك. مش في وعيك.
ازاي؟ انا عمري ما كنت في وعي زي النهارده. يا مرسي بيه، مفيش داعي للتهور. اي تصرف غلط منك في ساعه غضب في احراج لمركزي. اما انت راجل مسخره صحيح، بقى خايف على مركزك في الدنيا ومش خايف على مركزك في الاخره؟ ثم احراج ايه؟ انت هتموت، مش هتسمع اي واحد وهو بيلعن فيك وفي اللي جابوك. ارجوك يا مرسي كفايه كده. ما تنساش اني راجل كبير ومريض. الله، انت مش كنت بتقولي لك انت بامبو حديد؟ دلوقتي بقيت كبير ومريض. سلام على الملعب. ما اعرفش قد ايه هو ضعيف الا وقت الشده. فاهمي ليه؟ انت عزيز عليا قوي. انا هريحك من المرض خالص، هكسب فيك ثواب. انت بتزعق ليه؟ بتزعق ليه؟ رزق كتير، رزق واسع، في 10 رصاصات هنا. تحب تشوفي؟ دي عشان فوزي بيه، ودي عشان رمزي بيه، ودي عشان زكي بيه. دول بقى جدعانة من عندنا عشان الحبايب اللي احنا ما بنعرفش اساميهم. ما تزعليش مني، هي الدنيا كده زي ما كنت دايما بتقولي، مبنية على التنازلات. كنت استفدت كتير، ما فيهاش حاجة لما تتنازلي عن شوية من عمري. استأذن أنا بقى بشرفي، لو قفشتكوا في جهنم مع بعض انتوا حرين. ايه يا صاحبي؟ هتروح فين وتيجي منين؟ عايز تعيش؟ عايز تبقى مرسي تاني؟ انا هكسب فيك ثواب، هريحك من الدنيا ولويها. ضحك برضه. هتعمل ايه؟ قول لي. تعالى معايا، تعالى معايا، واللي هيرسى عليا هيسرى عليك. فتحت الجلسة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مرشي جاد الحق أيوب بالسجن لمدة 3 سنوات، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا ووقف ما ترتب على ذلك من آثار، حيث أنه تبين للمحكمة أن المتهم ارتكب جريمته وهو في حال الدفاع شرعي عن العرض. رفعت الجلسة. اخر بيت على الشمال في البدرون. الله، مين؟ مرسي؟ مش
فاكرني؟